صباح الخير من جديد. وصلنا لفقرة التغذية مع رزان شويحات، والفقرة اليوم شو فيه. صباح الخير. صباح الخير، كيفك رزان؟ تمام الحمد لله. يعني اليوم الفقرة كثير مناسبة، مناسبة الأفراح. صح. والتوجيهي ألف مبروك لكل الناجحين. أكيد الوجبة المفضلة أو الطعام المفضل هلأ بعد التوجيهي بعد النجاح والتحلاية هو الكنافة. صح. وعلى فكرة هيثم هي بالصدفة. يعني نحن دائما بتعرفوا بنكون مخططين الحلقات من قبل بشهر تقريبا. فنحن قررنا بفقرة شوفي فيها كل مرة نحكي عن أكل، وخاصة الأسبوع الماضي ما سألت لي إنه عم نحكي عن أشياء صحية، طلع رح نحكي كمان عن أشياء مش كتير صحية، فكنا مقررين نحكي عن الكنافة وطلعت نتائج التوجيهي بالصدفة مبارح، فهي طلعت بالوقت المناسب يعني عشان أكيد كل الناس، بس المشكلة إنهم أكلوا وخلصوا مبارح يعني، ولسه اليوم شغالين في طول الوقت في مناسبات إن شاء الله. هيك يعني كل المناسبات الحلوة دائما بكل بيوتنا الأردنية. نحن الأكلات التقليدية في البلد منسف ما حدا يجي فيه رقم واحد، بعدين المشاوي الهش والنش هذا رقم اثنين تقريبا ما حدا يجي فيها، الثالثة من ناحية الحلويات الكنافة ما حدا يجي في الكنافة. اليوم الناس عم يستنوني شو رح أحكي لك. لا شوف، نحن دائما بنحاول نكون كتير منطقيين هيثم من ناحية التغذية، يعني أكيد بهمنا إنه الناس تحافظ على صحتها، بس بنهمنا كمان إنه نحن نستمتع بالأكل اللي إحنا عم ناكله، بس مش لدرجة إنه يأثر علينا. حلو. فعشان هيك نحن أصلا بهاي الفقرة عم نتناول الأكل بكل النواحي تبعته، عم نحكي عن فوائده، عم نحكي عن الأشياء اللي ممكن تكون سلبية فيه، وبالآخر بنعمل زي تقييم مقارنة بالسعرات الحرارية بالقيمة الغذائية لحتى نقيم هالأكل صحي أو لا. حلو. وإذا ما كان من الأكل الصحي كمان رح نحكي بنهاية الحلقة، فتابعونا لنهايتها حتى لو ما عجبكم الحكي ببداية الفقرة، رح نحكي بالنهاية كمان كيف فينا نحن ندخل هاي الأكلات اللي نحن منحبها لكنها ممكن تكون مرتفعة بالسعرات الحرارية أو القيمة الغذائية تبعتها منخفضة نوعا ما. تمام، من وين نبلش؟ نبلش بالمكونات. نحن دائما لما بدنا نقيم اي نوع غذاء بنحب نرجع نكسره لمكوناته الاصليه. فلما نيجي بدنا نفكر بالكنافه، هل فينا نفكر بالكنافه كامله او بدنا نجزئها؟ طبعا لازم نجزئها، وكلنا بنعرف هلا المكونات الرئيسيه بالكنافه هي بتكون الجبنه، وبعض الاحيان ممكن تكون القشطه، بيختلف. خلينا اليوم نركز على الجبنه شوي اكثر. تمام. تقليدي اللي هي التقليديه بالضبط، او زي ما بيحكوا الكنافه النابلسيه. فهي بدايه بتكون فيها الجبنه، بعدين بيجي عندنا جزء من السميد اللي ممكن يدخلوه فيها. بالإضافة للعجينة اللي بيستعملوها على وجه الكنافة، خاصة إذا كانت الكنافة خشنة. هلأ اللي بتفرق، سألتني بداية الحلقة الخشنة عن الناعمة، ما بتفرق كتير بطريقة التحضير، بفرق بالطبقة اللي فوق اللي هي إذا كانت العجينة تبعت الكنافة اللي هي بتشوفوها بتكون على شكل شعر أصلا وبتتلون بلون البرتقالي. طبعا. أو بتكون العجينة السميد اللي هي بتكون بالكنافة الناعمة. حلو. بالإضافة طبعا للقطر، وبالإضافة للجزء الرئيسي من الكنافة اللي هو السمنة. طبعا. وهذا الجزء اللي بدنا نوقف شوية عنده هلا. فخلينا نبدأ بالمنيح ولا بالمش منيح، أو زي ما بدك، يعني زي ما بيحكوا there's good news and bad news. bad news. شو بدك؟ خلينا نبدأ بالgood أول عشان ماشي. الناس ما تحس إنه نحن كتير ضد للكنافة. هلا الجزء اللي كتير منيح على الأقل إنه نحن عنا جبنة، والجبنة دائما كتير منعرف إنه فيها الكالسيوم، فيها البروتين، فهي عم تعطينا القيمة الغذائية، أو هي اللي عم تعطي قيمة غذائية خلينا نقول للكنافة. والإشي كمان اللي كتير منيح بالكنافة إنه احنا بنقلل الملح فيها، لانه الجبنه نفسها لما بدنا نحضرها بننقعها كتير بالمي، بنستعمل الجبنه العكاويه، وفي بعض الاحيان بخلطوا معها جبنه الموتزاريلا، فهي بتكون نسبه الاملاح فيها كتير واطيه، فما بنخاف من ناحيه الملح، وفيها البروتين والكالسيوم. حلو. فهون عندنا القيمه الغذائيه ممتازه جدا. هلا بنيجي للجزء الثاني اللي هو نحن عم ندخله، هي العجينه اللي هي نشويات، اللي زي العجينة العادية بتكون اللي هي الشعرية زي كأنها. طبعا. هاي هي اللي عم تعطينا قيمة النشويات. فهون صار عنا النوعين اللي هي النشويات والبروتين، عم تعطينا طاقة، عم تعطينا الكالسيوم والبروتين اللي احنا بدنا اياه من الجبنة. حلو. هلأ وين بجوز عفوا اللون هو بس مجرد لون هو ولا اي شيء، بس لون هي بتكون بودرة. وعلى فكرة هي في كتير ناس كمان بيعملوا الكنافة بالبيت هيثم، فممكن يشتروها بالضبط، فممكن يشتروا اللون البرتقاني اللي هي البودرة ويستعملوها للكنافة. هلا رح احكي شوي سريعا كيف طريقة تحضيرها كمان. فهون بيجي هلا المكونات الرئيسية. هلا وين بتيجي المشكلة اكثر بالكنافة؟ هي بطريقة التحضير. طبعا. ولانه نحن اغلب الاحيان بنشتري الكنافة ما بنحضرها بالبيت، فما بنقدر كتير نتحكم بطريقة التحضير. طريقة التحضير طبعا اللي بيدخل فيها السمنة كتير، وبدخل فيها القطر كتير. يمكن القطر بنقدر بعض الأحيان نتحكم فيها، لكن السمنة ما بنقدر نتحكم فيها. والسبب إنه هم لما بيحضروها هاي الشعرية اللي بتكون على الوجه أو عجينة الكنافة
بتنفرك بالسمنة أصلا وبتنفرك بكمية سمنة كتير كبيرة بالإضافة للون علشان تقدر اللون يكون بكل العجينة. نعم. بالإضافة لأن الصينية أصلا اللي بنحط عليها الكنافة كمان بتندهن بالسمنة. حلو. فهون بتيجي السعرات الحرارية العالية كتير والدهون المشبعة العالية كتير. الإشي الثاني كمان القطر اللي نحنا منديره هلأ بالمحل أصلاً بحطوا قطر وبيعطوك قطر زيادة، فهون نحنا بنقدر شوي نتحكم بكمية كتير بسيطة لكن هي بيكون عليها قطر، فهون بلشت السكريات ترتفع كتير. والقطر فعلاً هو سكر بس بالضبط، يعني سكر عادي، سكر ولا إشي، سكر يعني سكر كامل بالضبط، وخاصة إذا بيكون جامد كتير يعني معقد كتير يعني كمية السكر فيه كمان لسه أكتر. حلو، يعني كل ما كان الثيكنس أو الكثافة تبعه أكبر كل ما كان السكر أكتر. بالضبط. والسمنة زي ما قلنا اللي هي الدهون المشبعة، فهون بلش الميزان عنا يختلف شوي، صارت القيمة الغذائية مقارنة بكمية السمنة والسكر اللي عم بتكون محطوطة عم ترتفع يعني كتير. يعني الواحد بس لما يسمع هذا الحكي لحاله ببلش يرجع لورا. يعني بنحب الكنافة نحن بس شكلها هي ما بتحبنا كثير. خلينا نفصل أكثر. إذا بدنا نحكي بأرقام يعني هلأ حكينا بشكل عام إيش المكونات وبالإضافة طبعا بعض المكسرات اللي بتكون على الوجه. هلأ إذا بدنا نحكي عن سعرات اللي هي الورقة اللي عندك هيثم، هلأ بنحكي عن 200 جرام. 200 جرام إذا بدنا نقربهم لحتى الناس تشوف حجمها قدي هي هذا القطعة. تمام. يعني القطعة اللي عادة أصلاً بيكونوا حاطينها بالمحلات مقسمينها القطعة الكاملة هي عبارة عن 200 جرام. فالسعرات الحرارية خلينا فوق شوي، خلينا فوق. السعرات الحرارية 622 كالوري للقطعة. القطعة هاي. يا سلام. 622 يعني تقريبا نص اللي بيحتاجه رجل وزنه مثلا 70-80 كيلو قد يكون. بالضبط تقريبا. هلا المشكله كمان ايش بتصير انه نحن عاده السناك هي عم ناخذها سناك طبعاً. بين الوجبات عم ناخذها حتى بعد الاكل. بالضبط. ونحن عاده بنقول انه بالضبط عاده بنقول السناك 100-150 سعره حراريه، فانا هون عم باخذ 6 اضعاف السعرات. هلا بعض الاحيان شو ناس بيقولوا انه ما انا ما رح اتعشى ورح اخذ كنافه. هلا ممكن شويه تعدل لكنها ما رح تعدل من ناحيه الدهون والاشياء الموجوده. رح ارجع احكي بالاخر كيف بدنا ناكلها، احنا مش عم نحكي انه ما ناكلها ابدا، لكن عم نحكي نوعا شوي اكثر للكميه اللي احنا عم ناكلها من الكنافه والعدد الايام اللي نحن عم ناكل فيها الكنافه بالاضافه للحلويات الاخرى. يعني رزان لازم توصلينا لمكان ناكل فيه الكنافه بدون تانيب ضمير. رح اوصل رح اوصل هي تب ما تقلق. لانه الواحد بلشت اكش لا رح نوصل. هلا بنرجع مره ثانيه للورقه اذا نطلع على بقيه المكونات. هلا نحن صح قلنا 622، المشكلة الكبرى هيتم بالدهون. يعني القطعة هاي فيها عم بيكون 36 جرام دهون واللي هي عم بتكون نص احتياجاتك اليومية من الدهون المشبعة خاصة كمان. فهون احنا ليش بنحطها بالنسبة المئوية؟ نسبة مئوية من احتياجاتك اليومية لشخص عم يتناول تقريبا 2000 سعرة حرارية. حلو. ف 36 جرام هاي تشكل نص الدهون اللي انت بدك تتناولها. يعني حتى بتعرفي يعني حتى بجوز ال 200 جرام يعني احنا نحكي بالعادة لما ناكل بناكل وقية، يعني واحد لما يروح عند هي القطعة يروح على المحل. بالضبط. يعني حتى 50 جرام لسه اكثر. بالزبط. يعني الناس اللي لما واحد بده يروح يعني يتشلبن زي ما بحكوها بالعامية بياخذ نص وقية، ولكن بالعادة احنا بناخذ وقية. بالضبط. فهون لسه حتى أكتر. يعني سكرت الكالوريز تبعتك معنا 4 دقائق وخلصت الهاي. اوكي اذا خلينا نلخص بس عشان نعرف كيف الناس رح ياكلوا. فبنقول ان السعرات عاليه صح، فيها اشياء تانية، فيها بروتين، فيها كالسيوم زي ما شفنا بالورقه اللي موجوده، فيها سكر كتير وكميه كتير عاليه وما فيها الياف. فهون هلا احنا بدنا نعمل التقييم النهائي تبعنا للكنافه اللي هي بدنا نقارن هل هي صحيه او لا. زي ما قلنا بنقارن دائما بهاي الورقه اللي هي السعرات الحراريه مقارنه بالقيمه الغذائيه، فمنلاقي انه قيمتها الغذائيه منخفضه جدا اللي هي 2-9 مقارنه بينها. اوكي القيمه الغذائيه مقارنه بالسعرات 2-9 يعني سعراتها الحراريه كتير مرتفعه مقارنه بالقيمه الغذائيه اللي هي عم تعطينا اياها، which means انه هي مش من الاكل اللي كتير صحي لكن من الاكل الطيب. فنختصر الموضوع، شو بدنا ناكل وقد ايه بدنا ناكل. هلا طبعا هي بناكلها مش كل يوم، بناكلها بكميات قليله، بدنا نمرق من جنب المحل هيك بنطلع من شمشم ونمشي. لا بس زي ما قلنا، هلا انا لما قلت 200 جرام قلت هي عباره عن هاي القطعه. فالاشخاص يعني مثلا اللي عندهم امراض قلب، اللي عندهم سكري، اللي عندهم كوليسترول، اللي عم بيحافظوا على وزنهم بيقدروا ياكلوا نص قطعه على الاقل اللي هي بتكون 300 سعره حراريه. هلا هي لسه اعلى من كميه السناك اللي ماخذينها لكن بيكونوا ما انحرموا منها. وبنفس الوقت بدنا ننتبه لبقيه اليوم ما يكون مثلا ماكلين اكل دسم على الغداء ومتعشين كمان عشا دسم حتى ما ترجع تطلع مره ثانيه الدهون وترجع تطلع
السكريات. فبنحاول مثلا نقلل من السكر، ناكل مثلا الغداء يكون ممكن ما يكون فيه دهون مشبعة، ناكل مثلا أكل نباتية، ناكل مجدرة مثلا هذاك اليوم عشان نقدر نعمل التوازن اللي احنا بدنا اياه. الحلو في الموضوع انه الكنافة على الاغلب مش يوميا الناس بالصبت. يعني بجوز مرة في الاسبوع مرة في الاسبوع، والله هلا بالصيف يا هيتا عم بشوفك حسب المناسبات. بالضبط. اكيد جميل جميل جدا. في فرق بين الخشنة والناعمة؟ لا زي ما قلنا نفس السعرات تقريبا. حلو. هي بس بتفرق بالطبقة اللي خارجها. حلو حلو كتير. يعني نصيحة نهائية اذا بتحبي تجمليها لو سمحتي، ناكل كنافة بس كمية كتير صغيرة لانها من الاكل اللي سعراته كتير مرتفعة ودهونها كتير مرتفعة. تمام. واخر شيء بقول مبروك كمان لكل اللي نجحوا بالتوجيهي، واللي ما نجحوا ان شاء الله بيتوفقوا بإعادته مرة تانية بيكونوا اخذوا خبرة ان شاء الله. بسؤال على السريع، الكنافة الدايت او كتير بنشوف بالمحلات لو كالوري او دايت او هيك شيء، شو رايك فيها او ما بنعرف؟ هلا بدنا نتاكد كيف معموله. مثلا احنا بنقول لما احنا نعملها بالبيت ممكن مثلا نخلط الجبنه العكاوي بجبنه الموتزاريلا قليله الدسم، بنكون خففنا شوي من الدهون. القطر ممكن احنا نستعمل القطر اللي نحن نعمله بالبيت ما يكون فيه السكر العادي، يكون فيه السكر الاصطناعي اللي ما بيعطينا سعرات، بنكون خففنا شوي. فبهاي الحاله بكون يمكن انا قيمت على القليله 200 سعره حراريه من القطعه اللي احنا عم نحكي عنها. حلو. فممكن بس نتاكد انها فعلا معموله صح. حلو حلو كثير. شكرا رزان، يعطيك الف عافيه. ان شاء الله كل هاي المسج الصحيه بتوصل ل يعني اكبر عدد من الناس. شكرا على المتابعه، ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناه لحتى تشوفوا كل جديد.